بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله نتناول سويا المحاضرة الثالثة من شرح برنامج ساب 2000 فيرجن 15، ساب 2000 الإصدار رقم 15. إن شاء الله نتناول سويا الإطارات متعددة الطوابق مالتي ستوري فريمز. لو تخيلنا ان احنا عندنا في فريم زي اللي قدامنا ده 12 دور، اول دور 5 متر والادوار اللي بعد كده كلها 3 متر، والفريم ده عباره عن 4 باكيات كل باكيه 6 متر. عايزين نشوف ازاي نعمل الفريم ده على برنامج ساب 2000. طبعا ممكن نعمله بالطريقه اللي فاتت، ان احنا هنبدا نعمل، نفترض ان الاوريجن بتاعنا في الكورنر الشمالي السفلي، ونبدأ نحط الاكس والزد وناخد خط جريد عمودي على الاكس عند الستة والاتناشر والتمنتاشر والاربعة وعشرين، ونفس القصة هنيجي عمودي على الزد هناخد عند الخمسة والتمانية والحداشر والاربعتاشر والسبعة، ونقعد بقى ايه ولو 100 دور ولا حاجة ممكن عندنا فيها ساعة. طبعا كلام مش منطقي. طب ايه الحل؟ الحل ان احنا هنعمل جزء صغير من الفريم اللي عندنا، فهنعمل خطين شبكة عمود على الاكس وثلاثة عموديين على الزد. طبعا هنيجي نقول احنا عايزين خطين شبكة، لما نجي نبدأ المسألة هنقول عايزين خطين عمودين، خطين شبكة عمودين على الاكس وثلاثة عموديين على الزد بالمسافات السبيسنج 6 متر، هنعمل باكية واحدة في الاكس وفي الزد 5 و3. طب ليه عملنا 5 و3؟ لان احنا زي ما شفنا في الفريم اللي فات ان اول دور كان ارتفاع مختلف عن الباقي، اول دور ارتفاع 5 متر والباقي كله زي بعضه، فانا عملت اول دور وباكية واحدة او دور واحد من هي الادوار المتكررة. طيب يبقى انا كده هقدر اعمل الجريد اللي قدامي دي خطين شبكة عمودية على الاكس وتلاتة عمودية على الزد بالمسافات اللي احنا عارفينها بتاعه المسألة بتاعتنا. طيب هنبدأ نعمل القطاعات بتاعتنا، اللي هنعمل بيم وإنترنال كولوم متر في 30 وإكسترنال كولوم نص متر في 30 سنتي، والبيم عبارة عن 60 ديبث و 30 سنتي ويت. هنبدا بسهوله جدا ان احنا نقدر نعمل الفريم اللي قدامنا ده عن طريق الكويك فريم. هنحط ده اكسترنال كولوم وده انترنال كولوم وده بيم بيم، وهنبدا نعمل السبورت ده فيكسد والسبورت ده فيكسد، ونقدر كمان نحط عليهم الاحمال يونيفورم ديستريبيوتد لود على الكامرتين دول، مفيش اي مشكله خالص. هنيجي بقى للتكرار. احنا عملنا جزء صغير من الفريم، عايزين نشوف ازاي ان احنا من هذا الجزء الصغير ازاي ان احنا نقدر نكون بقيه الفريم باقل مجهود. بسهوله جدا هنختار العناصر اللي احنا عايزين نكررها، ومن قائمه اديت هندوس ريبليكيت. يعني ايه؟ يعني ادي الفريم بتاعنا ده احنا عملناه، هنختار العنصر ده وده وده وده، وهنختار النقطه دي ونقول ليه هنختار النقطه دي، وندخل من قائمة edit replicate ونقول له أنا عايز من اللي أنا اخترتهم دول عايز 3 يونت، 3 وحدات زيهم بدلتا اكس 6 متر، بحيث الراجل هياخد الجزء اللي هو حرف الاف المقلوب ده ويكرره لي مرة هنا، مرة 2 3، هيطلع لنا الشكل اللي قدامنا ده. نلاحظ ملحوظة إن هو لما نسخ ده كان فيكسد سبورت، نسخ لنا خلينا ده فيكسد سبورت لان انا اخترت النقطه، ودي ملحوظه مهمه ان هو لما بينسخ العناصر بينسخها بالخصائص بتاعتها. يعني ايه الخصائص بتاعتها؟ يعني الكاميرا دي والكاميرا دي كان عليهم احمال يونيفورم لود، بينسخهم بالاحمال اللي عليهم. العناصر دي كان لها قطاعات بينسخها بالقطاعات بتاعتها. النقطه دي لها خصائص اللي هي السبورت بتاعها فيكس، بينسخها بالخصائص بتاعتها. طبعا هينتج عن ذلك زي ما قلنا ان هو هيبدا ينسخ لي العناصر بخصائصها، ان العمدان دي كانت انترنال كولوم، فلما يجي ينسخ هيعمل لي ده انترنال كولوم وده انترنال كولوم وده انترنال كولوم، بس دي مش حقيقه، المفروض ان دول ايه؟ اكسترنال كولوم.
أو لأن دول إيه internal column. فهو السؤال إزاي إن أنا أعرف القطاعات بتاعة العناصر؟ هو أنا لما بقى أخصص عناصر بيوريني الشكل ده، لكن لو أنا في أي حالة من الحالات وعايز أشوف القطاعات بتاعة المنشأ بتاعي، في عندنا علامة صح كده بتكون موجودة في الشريط الأدوات الرئيسي اللي هو Set Display Option، بيطلع لي شاشة بتحكم فيها من ظهور وإخفاء الأشياء. فمثلا لو جينا تحت الفريم ودوسنا على ليبل يظهر لي رقم العناصر، رقم العناصر. لو دوسنا سيكشنز يوريني القطاعات زي الشكل قدامي ده. نفس القصة تحت الجوينت، ملاحظ ان هنا الريسترينتس قدامها صح، فلذلك بيظهر لي السبورتس. يبقى الايقونه بتتعمل صح دي بتظهر لي الشاشه بتاع الديسبلاي اوبشنز اللي هي بتمكنني ان انا اظهر او اخفي الحاجات اللي انا عايزها. طيب بسهوله جدا طبعا هختار العمودين دول واعيد تخصيصهم مره ثانيه زي ما خدنا في المحاضره الاولى، من قائمه انالايز، من قائمه اساين، من قائمه اساين فريم سيكشنز. هنقدر نغير العمودين دول نخليهم يتبعهم الاكسترنال كولم. بنفس الطريقة هنختار العمدان والكاميرات اللي فوق دول، ومقامة edit replicate هنقول له عايزين 10 وحدات زيهم بدلتا زد 3 متر. اوكي، هنلاقي الراجل عمل لنا الفريم بتاعنا كاملة. هيبقى لنا بس ان احنا في عندنا joint loads واحنا ما حطيناهاش، لان كان لو رجعنا المسألة الاصلية هنلاقي ان joint loads اول 6 ادوار كانت قيمتهم نص طن، والست ادوار الاخرين كان 1 طن. طبعا زي ما قلنا احنا شغالين بالكيلو نيوتن، فالواحد طن دي تبقى 10 كيلو نيوتن والنص طن تبقى 5 كيلو نيوتن. فنظرا لان الجوينت لودز مختلفه فانا عشان كده ما عملتهاش من الاول. يعني لو الجوينت لود ثابته كنت قبل ما انسخ هحط هنا جوينت لود واحط هنا جوينت لود وانسخ، يوم ينسخ بالايه؟ بالاحمال اللي عليها. بسهولة جدا عشان احط الجوينت لودز هختار النقط اللي انا عايزها، الست دور الفوقانيين، ومن قائمة assign joint loads forces وندخل الفورس في الاكس مقدارها 10 كيلو نيوتن. نفس الكلام اختار النقط الست دور اللي تحتيهم ومن قائمة assign assign joint loads forces وهدخل الخمس ادوار اللي تحتيهم الفورس بنص طن اللي هي 5 كيلو نيوتن. تعالى نعمل الكلام ده كده على برنامج السير. find new middle هنختار، تعالى نتاكد ان احنا شغالين اليونتس بتاعتنا كيلو نيوتن متر. هنختار grid only، هنبدا ندخل الاكس دايركشن عايز فيه 2، الواي عايزين واحد بس، الزد محتاجين 3، والسبيسنج هنا ما تهمنيش في حاجه. هنقفل واحد منهم واكس زد زي ما اتعودنا، دي الجريد بتاعتنا بس جريد متساويه. من قائمه define coordinate system slash grids هنعمل modify للجريد اللي عندنا بنظام spacing، وهنبدا ندخل اول دور 5 متر وتاني دور زي ما هو 3، والاكس المسافه بتاعتنا 6 متر. اوكي اوكي، يبقى انا كده ظبطت الشكل بتاع الجريد بتاعتنا. قبل ما نحط العناصر هندخل من قائمه فريم سيكشن بروبرتيز فريم سيكشن، هنبدا نضيف قطاعات عندنا اد، عندنا كونكريت ريكتانجولار سيكشن، في قطاع اسمه بيم نعتبره 60 سنتي عمق في 30 سنتي عرض، في عندنا قطاع برضو كونكريت external column هيبقى 50 في 30. هنعمل كمان قطاع rectangular هنسميه internal column متر. طبعا احنا كده حاجة غلط فنكتب متر في 30. دلوقتي انا صفت القطاعات هجيب كويك فريم
موجود قدامي بيمز هنجيب external column هنجيب internal column هنبدأ دلوقتي نحط supports عندنا نصين دول fixed support هبدأ أختار الكامرتين عشان أحط عليهم الأحمال بتاعتنا اللي هي uniform distributed loads أو أدخل من قائمة assign frame loads distributed وأقول إن أنا عندي الأحمال بتاعتي في اتجاه جرافيتي مقدارها 20 اللي هي 2 طن على المتر لو شفنا في الباوربوينت لأن إحنا عندنا هنا 2 طن على المتر على كل دور يعني 20 كيلو نيوتن على المتر أوكي حطينا اليونيفورم لود هنبدأ دلوقتي عايزين من المثال الصغير ده نكمل بقية المسألة هنختار العنصر ده والعنصر ده والعنصر ده والعنصر ده والنقطة دي وهنقول ليه هبدأ أدخل من قائمة Edit Replicate وقول ان انا عايز 3 يونت بدلتا اكس 6 متر فهو خد اليونت دي وكررها لي لو ضغطنا على فول فيو لان هو حط لنا الكاميرات بتاعتنا والعمدان ويولد لنا 3 باكيات زي الباكيه اللي احنا شاورنا عليها نلاحظ ان هو عمل النقط دي فيكست ليه لان احنا خدنا النقطه دي وعملنا لها ريبليكيت فهو بينسخ العناصر بخصائصها يعني النقطه دي فيكست ينسخها فيكس زي ما هي يعني ايه بعض بخصائصها يعني العنصر ده كان له احمال فلما نسخه باحمال العناصر دي كان لها قطاعات ده كان بيم وده كان انترنال كولوم فنسخهم زي القطاعات بالظبط بيم وانترنال كولوم بيم وانترنال كولوم بيم وانترنال كولوم دي مشكله طبعا ان ده كان ليه انترنال كولوم طب نعرفها ازاي سهله احنا طبعا اللي ظهر قدامنا الاحمال لان دي اخر حاجه اشتغلت عليها لو ضغطت على الاند فورم شيب بيطلع لي من غير حاجه طبعا انا عايز اشوف القطاعات بنيجي نضغط على العلامه صح هنا ونحاول نظهر اللي هي ست اوبشن ديسبلاي اوبشن اظهر اللي انا عايزه يعني ممكن اظهر الليبلز بتاعت الفريم وبيطلع لي ارقام كل عنصر وممكن ان انا اقول لا انا مش عايز الليبل بتاع الفريم انا عايز السكشنز يطلع لي السكشنز نلاحظ ان العمودين دول ايه انترنال كولم بس هما في الحقيقه اكسترنال كولم فلازم اختارهم وادخل من قائمه اساين فريم سكشنز او من المنيوز واختار ان ده اكسترنال كولم يبقى انا كده ايه اخترت العناصر بتاعتي لو عايز اخفي القطاعات خلاص انا عملت اللي انا عايزه بدخل من هنا من set options display options والغي sections واختار على الاند فورم شيب يعني دايما لما اختار الاند فورم شيب بيوريني الحاجات اللي انا معلم عليها مش اخر حاجه كنت واقف عليها دلوقتي لو قلنا display show loads uniform هنلاقي ان هو مطلع لي الاحمال بتاعتي طبعا لو دوست على الاند فورم شيب هيفهم لي هبدا اختار العمدان والكاميرات دي ومن قائمة Edit Replicate مش اختار بقى مش عايز 3 عناصر انا عايز 10 وحدات زيها بدلتا X 0 ودلتا Z 3 متر هنقول اوكي لو دوسنا على Full View ادي الفريم بتاعنا كاملا لو حبينا نشوف هل نسخ الاحمال ولا لا نقول له Display Options هنلاقي الاحمال بتاعتنا موجوده على كل الكاميرات. طيب عايزين باقي لنا ايه؟ باقي لنا ان احنا نحط الجوينت رودز. احنا عندنا اول 6 ادوار في عليهم جوينت رود في عندنا جوينت رود في الاكس مقدار 1 طن او 10 كيلو نيوتن. والست ادوار اللي تحتيهم في عندنا جوينت رود مقداره 5 كيلو نيوتن. اوكي. واضح ان القيم هنا مش باينه ممكن ندخل من قائمة اوبشن دايمنشن ونيجي نخلي المينيمم جرافيك فونت مقداره 6 ونقول اوكي. انا كده انتهيت من المسألة بتاعتي هبدأ احفظ المسألة بتاعتي وليكن
موديل نمبر 3 سيف. لو في اسم موجود قبل كده بنغير الاسم. طيب هنبدا نحل. ران ناو، ران ناو. هنلاقي طلع لنا اد الرياكشنز بتاعتنا اف زد واف اكس وان اكس وان وال. ممكن نشوف الاندفورمد شيب، هذه الاندفورمد شيب ونقف عند اي نقطه ونشوف الديفليكشن عندها بكام، وممكن نشوف الواير شادو بحيث يوريني المنشا الاصلي والمنشا المشكل بتاعنا. ممكن كمان نبدا نشوف المومنت والشير، ممكن نشوف المومنت ادي بين المومنت عندنا. لو ضغطنا كليك يمين على اي عنصر هيبدا يوريني التفاصيل بتاعتها، ده اليونيفورم لود وده الشير وده المومنت وهنا الديفليكشن. لاحظ ان لما امشي بيغير لي قيمه الديفليكشن والمومنت والشير. الديفليكشن بس عايزين نبص ان الديفليكشن هنا بيقول لي تحت ريلاتيف تو بيم اندس ولا ريلاتيف ولا ابسوليوت. يعني احنا لو جينا بصينا هنلاقي ان النقطه دي نزلت مسافه ودي نزلت مسافه زي ما شفنا في الديفورمد شيب ودي كمان نزلت مسافه، فهو يرسم لك الديفورمد شيب على اعتبار ان دي صفر ودي صفر بحيث تبقى ريلاتيف تو بيم اندس. ودي بتهمنا لان انا لو تخيلت معايا النقطه دي نزلت 10 سم لتحت ودي نزلت 10 سم ودي نزلت 12 سم، الديفليكشن اللي انا بحصل عليه التشيك بتاعنا هو الفرق ما بين الاثنين، الفرق ما بين 12 سم وال 10 سم اللي هو 2 سم. اما لو عايز اشوف الديفليكشن ابسوليوت فلاقي اول نقطه نزلت 5 مللي واخر نقطه 5 مللي والنقطه اللي في النص 6 مللي. وي في حاجه اسمها ريلاتيف تو بيم مينيمم، يعني المينيمم من الديفليكشن لو شفنا هنا في الابسوليوت كان الديفليكشن هنا 5 مللي وهنا 5.7، هنا 5.7 في النهايه دي وهنا 5.2، فابسوليوت تو بيم مينيمم يعتبر ان الاصغر منه هو زيرو ويجيب ديفليكشن مقارنه بالمينيمم ديفليكشن. كده بابا انا قدرت اشوف الريزلتس اللي عندنا على المالتي ستوري فريم. الشاهد ان انا هنا قدرت بسهوله جدا ان انا اعمل فريم واقدر ان انا اكرره، مش لازم ان انا ابذل مجهود كبير في ان انا اعمل فريم كله. هنتكلم ان شاء الله دلوقتي على التراسز، لان برضو التراسز هي يونت وبتتكرر، فهنطبق برضو امر ريبليكيت. عايزين نعمل ترس عندنا زي الشكل اللي قدامنا ده بسهوله جدا. برضو هنيجي فايل نيو موديل، هنجيب وان كان موجود امثله ليها للتراسز، لكن احنا برضو هنشتغل جريد اول لان زي ما هنشوف مش دايما بيطلع لنا التراس من الانواع اللي هو جايبها لي. يعني في مثال تاني هناخده كمان شويه، ترس بالشكل ده، فترس بالشكل ده مش هقدر ان انا اطبق عليه المساله اللي فاتت، مش هنقدر نطبق عليه المسألة اللي فاتت. يعني لو جينا طب تعالى نشوف لو حبينا نعمل ده بالمسألة اللي فاتت يعني بالجريد العادية فاين موديل، ممكن يجيب التراس ده وهو جايب لي أنواع معينة من التراسز مش كل التراسز، فيجيب لي التراس ويقول لي النمبر اوف ديفيجن، انت عايز كام ديفيجن كام باكية واللينث كام بتاعت الباكيه الواحده والهايت كام واوكي يروح من المعلومه. لكن زي ما قلت لحضراتكم ان انا مش دايما هلاقي ان انا هقدر في فريمز مش هقدر تراسز مش هقدر ان انا اعملها زي التراسز ده مش موجود في اللي عنده، فهضطر ان انا اعمل يونت واكررها زي ما عملنا في الفريم. فده اللي هيحصل دلوقتي ان انا هاجي اقول فايل نيو موديل بريد اونلي، هنبدا نقول له احنا عايزين اربع خطوط جريد، عمود على الاكس وواحد عمود على الواي واثنين عمودي على الزد، وهنشوف ليه الكاد. هنقفل واحد فيهم واكس زد. هندخل من قائمة define coordinate system slash grids وهنعمل modify. احنا لو شفنا مع بعض الجريد بتاعنا المسافة دي 6 متر والزاوية دي 60 سنتي، يبقى الهايت بتاعنا ده هيبقى 60 ساين
ستين ستين ساين ستين. هنرجع للساب زي ما قلنا ان احنا دخلنا من قائمة احنا عملنا جريد منتظمة دخلنا من قائمة define coordinate system slash grids modify. المسافات الافقية دي انا افترض ان انا عايز خط الشبكة هنا عشان يمر بالنقطة دي وهنا وهنا فانا عايز كل 3 متر فممكن يجي هنا في الساب ونعدل دول بالسبيسنج واحنا واقفين على سبيسنج نخليهم 3 3 3. نيجي على الزد المسافه اللي في الزد زي ما قلنا هي عباره عن 6 ساين 60. هل هنجيب الحسبه دلوقتي في المسافه دي 6 ساين 60 هنجيب الحسبه ونحسب الساب جوه ان احنا ممكن نحسب ازاي نحسب هنيجي نقف هنا عايزين نحسب ال 3 دي ما تبقاش 3 تبقى 3 ساين 60 هنقف عليها زي ما عملت كده دبل كليك وادوس شيفت وانتر ادوس شيفت وانتر راح فتح لي كالكوليتر ابدا اول انا عايز احسب ايه عايز احسب 6 في ساين وافتح كوس 60 6 في ساين 60 واقول له كالكوليت راح الراجل حاسب لي الريزلت بالظبط واقول له اوكي راح حاططها لي راح حاططها لي واقول له اوكي يبقى احنا لو في عندنا حسبانيه مش لازم احسبها بالكالكوليتر بره في جواه كالكوليتر اجيبه ازاي بدوس هنا دبل كليك على الرقم اللي انا عايزه وشيفت انتر وشيفت انتر. طيب كده نقول له اوكي اوكي راح الراجل موريني ادي المنظر بتاعنا من قائمه ديفاين فريم سيكشنز فريم سيكشنز هنبدا نوصف قطاع امبورت احنا بنتكلم على ستيل هنجيب القطاعات الستيل او مثلا عايز شانل او دبل انجل هيفتح لي ملفات على الفولدر بتاع الساب فيها كل الاكواد القطاعات اللي موجوده في الاكواد القطاعات الموجوده في الاكواد طبعا في القطاعات الامريكيه وفي القطاعات الكنديه ممكن ناخد الكنديان وفي الانديان والاوروبيان في قطاعات كتيرة جدا موجودة عنده. جاب لي هو اهو القطاعات 2L25×25×3 كل القطاعات اللي احنا عايزينها هنفترض ان احنا خدنا 2 100×100×8 اوكي جاب لي البروبرتس بتاعة القطاع بالانيرشا بكل حاجة اوكي اوكي مش هينفع احنا نستخدم كويك فريم هنجيب فريم العادي وهنوصل النقطة دي بالنقطة دي والنقطة دي بالنقطة دي والنقطة دي بالنقطة دي وندوس انتر عشان نقطع الاستمرارية كونتينيوتي وهنختار النقطة دي مع النقطة دي هو كل ده القطاع الواحد اللي قدامنا اللي هو 2L100×100×8. طيب يبقى انا كده عملت جزء صغير من ترس اللي عندنا لو رجعنا نشوف الترس بتاعنا هنلاقي ان هو مش باكيه واحده ادي باكيه 2 3 4 5 6 انا عملت باكيه يبقى انا محتاج كام باكيه بعد كده 5 هختار العناصر دي ومن قائمه اديت ريبليكيت هقول ان انا عايز 5 باكيات بدلتا اكس 6 متر اوكي راح الراجل مكرر لي اليونت اللي معايا بس ما ينساش ان في عنصر زياده هنا هنختاره وندوس ديليت يبقى انا كده قدرت ان انا اكرر العناصر اللي عندنا لو جينا بصينا على الفريم بتاعنا اول سبورت هنا هنج وفي الاخر رولر هنروح جايين في الساب هنختار النقطه الاولى وندخلها هنج والنقطه الاخيره وندخلها رولر يبقى عندنا الاحمال في عندنا في الاول 40 كيلو نيوتن وبعدين 80 كيلو نيوتن على النقطه الباقيه وهنا في 40 كيلو نيوتن هنيجي هنا نختار اول نقطه واخر نقطه وهنقول له في عندنا في اتجاه الزد شنترود في اتجاه الزد
الحمل بتاعنا ناقص 40 كيلو نيوتن. النقطة دي في عندها حمل تاني اللي هو 69.8، فاجي اختار النقطة دي من الجوينت لود، هقول له الحمل بتاعنا في الاكس مقداره ناقص 69.3 بوينت 3، بس بنظام اد عشان ما يحذفليش ال 40 كيلو نيوتن اللي موجودة. الباكيت اللي في النص عليها حمل في اتجاه الزد مقداره سالب 80 زي ما احنا شايفين قدامنا، سالب 80 في اتجاه الزد سالب، ونقول اوكي. كده احنا وصفنا الاحمال بتاعتنا. هنحفظ المسألة بتاعتنا. طبعا هنجيب نفس الفولدر اللي احنا بنشتغل جواه. موديل نمبر 4، هنحل المسألة بتاعتنا. يفضل لغاية ما ندخل في الديناميك اناليسيس احنا وقفنا الحل، ونقول ليه؟ لان هو طبعا بيحل حالتين، الموديل والموديل وقف فيها. تعال نلغي الحل ونحاول نحل من تاني. هنيجي هنا على الكيس اسمها الموديل ونقول له دونت رن عشان ما نعملهاش رن، ونفهمها قدام ان شاء الله. هنعمل رن، في ثانية الراجل خلص وطلع لي ادي البيندنج مومنت دياجرام. طبعا هنا حاجة غريبة، لما طلع لي بيندنج مومنت على الترس، واحنا كلنا نعرف ان الترس المفروض ما لهوش بيندنج مومنت. ايه طب وانا ما قلتلوش اصلا، يعني هو ممكن يكون معتبر ده فرنديل، عارفين احنا بناكل فرنديل اللي هو التراس الشكل التراس الخرسانه، فانا عايز اعتبر ان كل عنصر بدايته هنج واخره هنج انترميت هنج، وده موجود بسهوله. ممكن نجي ندخل من قائمه نختار العناصر من قائمه اساين فريم ريليز، اساين فريم ريليز هيطلع لي شاشه يقول لي انت عايز تحرر المومنت، عايز احرر المومنت اللي هو ام 3 في البدايه ستارت واند، يبقى علم صح قدام ستارت وصح قدام اند واقول اوكي. ده عشان اعتبر ان كل عنصر بدايته هنج واخره هنج انترميت هنج، بحيث ان هو ما يطلعليش مومنت على العناصر. يبقى انا هفتح الفل بتاعنا واختار العناصر كده، وادخل من قائمه assign فريم ريليز، واجي هنا احرر المومنت في البدايه والنهايه، حتى الاقي المنظر قدامي ان هو عمل له شرينكج عشان يوضح ان ده بقى انترميت هنج في بدايته ونهايته. هنحفظ ونحل المساله بتاعتنا، واحنا برضه عاملين الموديل دونت ران مش هنعملها تاني، خلاص هي دونت ران. حل، بس لسه مطلع مومنت على العناصر. طبعا كان المومنت دي قليله جدا، لو دوسنا كليك يمين هنلاقي قيمه المومنت دي 1 كيلو نيوتن متر، يعني 0.1 طن متر، قيمه صغيره. طب ايه اللي مخلي المومنت انا عامل كده؟ الاوميت، الاوميت. فلما لغيت الاوميت ديفاي ديفاي وعملت رن من جديد، مفيش بند مومنت. لو ضغطنا البند مومنت بكام؟ بزيرو. طبعا ده الاونويت بيكون موجود، بس زي ما شفنا قيمته صغيره جدا، فمقارنه بالنورمال فورس اللي عليه، فاحنا في الغالب بنصمم على النورمال فورس بس، وما بنصممش على البندنج مومنت. تعال نشوف كده الديفورمت شيب، ممكن نشوف الواير شادو كمان.
ادي الترس الاصلي وادي الترس بعد ما حصل الديفورميشن. ممكن نشوف الرياكشنز، ممكن نشوف النورمال فورس. ادي النورمال فورس بتاعنا 352 كيلو نيوتن، يعني 35 طن، مقارنة طبعا بالأمنيات اللي هو كان بوينت 1 ما يساويش حاجة. طبعا لو الترس بتاعنا كبير ممكن ندخل من قائمة ديسبلاي شو تيبلز ونطلع الريزلتس اللي احنا عايزين، سواء عايزين نطلع البيانات الأساسية بتاعت الموديل بتاعنا أو الأناليسيز ريزلت. يعني مثلا عايزين نطلع الإليمنت أوتبوت الفريم، عايزين نطلع الفورسز، هنقول له أوكي. راح مطلع لي جدول كل عنصر بالحمل اللي عليه اللي هو النورمال فورس المعرض عليه. طب ممكن ناخده على اكسل بره ونشوف نصممه لو احنا عايزين. طيب تعال نشوف المثال التاني، ترس اللي قدامنا ده، عايزين برضو نعمل هذا الترس وان كان شكله غريب شويه مفيش مشكله. هنيجي في الساب ونقول نحفظ ونقول فايل نيو موديل جريد اونلي. لازم نقف نشوف احنا عايزين جريد فين، احنا هنعمل باكيه واحده، فلازم يكون عندي خط جريد هنا وهنا وهنا وهنا. ارتفاع الفريم ده 6 متر اترس. طيب يبقى احنا عايزين خط الجريد عند الصفر في الزد، وعند الاثنين متر، وعند الست متر، وعند الثمانية متر. ما هي النقطة دي أعلى من دي باتنين متر، ودي أعلى من دي برضه باتنين متر. أما في الإكس فأنا عايز عند الصفر وعند الست، يبقى أنا محتاج خطين جريد عمودين على الإكس وأربع خطوط جريد عمودين على الزد. هنروح جايين هنا نقول أنا عايز في الإكس اتنين، في الواي واحد، وفي الزد أربعة. أوكي. هنبدأ نشوف المسافات بتاعتنا، نقفل واحد فيهم وندوس اكس زد ونقيم الديفاين كوردينيت سيستم سلاش جريدز موديفاي. وهنبدأ نقول سبيسنج في الاكس احنا عايزين او خلينا اوردينيت حتى مش مشكلة، يبقى في الاكس زي 6 متر، في الواي احنا عايزين عند الاثنين وعند الستة وعند الثمانية، عايزين عند الاثنين عند الصفر وعند الاثنين وعند الستة وعند الثمانية. اوكي هندخل من قائمة ديفاين سيكشن بروبرتيز فريم سيكشنز امبورت نيو بروبرتي طبيعة شامل او بورد الاي بيم، نختار برضو الكنديان بروبرتيز. هذه القطاعات ال اتش بي والدبليو، هنختار القطاع اللي احنا عايزينه. اوكي يجيب لي القطاع بالبروبرتيز بتاعته. اوكي اوكي هنبدا نجيب فريم وليس كويك فريم، ما ينفعش في التراس ان انا ارسم بالكويك فريم والا هيجزأ لي العنصر الواحد كذا عنصر وهتبقى مشكله كبيره. هنوصل العنصر ده بده وده بده وده بده وده بده، هنقطع عن طريق ندوس انتر، بقى لنا العنصر اللي هو في الدياجونال ده، هنختار من هنا الى هنا. يبقى انا كده عملت العناصر بتاعتنا اللي احنا محتاجينها. هنبدا ناخد اليونت دي ونكررها. انا هنا عندي دي باكي عملتها، محتاج كمان باكيتين، يبقى نيجي نختار العناصر. ممكن ما نختارش العنصر ده بحيث ان هو ياخد اليونت دي يكررها. طبعا لو اخترنا حتى العنصر ده مفيش مشكله عنده، في الفيرجنز القديمه كانت بتبقى مشكله بيحطوا عنصرين فوق بعض، في الفيرجنز الجديده يعني من اول فيرجن 8 بيبدا ان هو يفهم ما يحطش، يعني يلاقي في عنصرين جايين فوق بعض بيهمل واحد فيهم فمش فارق معانا. من قائمه اديت ريبليكيت هاجي اقول انا عايز كمان 2 يونتس دلتا اكس، دلتا اكس ب 6 متر،
ودلتا زد ب 2 متر. ان احنا جاي نشوف هنلاقي ان الباكيه الثانيه اللي هي دي فرقها من دي، الباكيه الثانيه اللي هي دي فرقها من الباكيه الاولى اللي هي دي، ان انا مشيت في الاكس 6 وفي الوقف الزد 2. هنيجي نقول له اوكي، راح الراجل عامل لي الفريم بتاعنا. طيب النص الثاني فريم من الترس اعمله ازاي؟ النص الثاني من الترس واضح ان في تماثل هنا، فنيجي نختار العناصر دي كده ونعمل تماثل حوالين محور يوازي الزد، حوالين محور يوازي الزد. هندخل برضو من قائمة edit replicate، بس بدل linear نختار mirror. نلاحظ ان هو بيعمل mirror، هيعمل mirror حوالين محور يوازي الزد، وبيعمل mirror حوالين بلان وليس حوالين محور. طيب هنعمل حوالين محور يوازي بلان، حوالين مستوى يوازي الزد. المستوى ده يمر بالنقطة دي مثلا والنقطة دي، النقطة دي احتسياتها الاكس ب 18 والواي ب 0، ونيجي هنا برضو الاكس ب 18 والواي ب 1، وهنيجي نقول له اوكي. يبقى احنا عملنا مرور حوالين مستوى يوازي الزد اكسس عمودي على السبوره او عمود على الشاشه، النقط بتاعته النقطه دي 18، فانا عملت 18 و0 والواي ب0 و18 والواي ب1، فالمهم ان انا ادخل الواي الاكس بتاعتي، الاكس بتاعتي هي 18 عشان يبدا يعمل لي ميرور. طبعا العمليه بقت سهله بعد كده، هنبدا ندخل السبورتس بتاعنا الاثنين سبورت هنج، هنختار النقطتين وندخلهم هنج. الحمال بتاعتنا اول نقطه 40 واخر نقطه 40، واللي في النص يبقى هنا كده سالب 40. اما النقطه اللي في النص فالاحمال عليها السالب 80، كده انا وصفت احمالي. ابدا احل، قبل ما احل عارفين طبعا هنروح على الفولدر، اللي احنا بنسجل عليه. طبعا يفضل ان احنا يكون في فولدر بنسجل عليه علشان هو بيولد ملفات كتيره جدا، فما يبوظليش الهارد بتاعي، يلاقي ان هو رمى لي ملفات في حته انا مش محتاجها، خصوصا ان في ناس تحفظ الميل بتاعها على الديسك توب، فيجي يحل يلاقي الديسك توب بتاعه اتملى. قبل ما احل ما ننساش نختار كل العناصر، اما نختارها كده او ان انا في عندي هنا ايكون اسمها اول او كنترول اي. ادخل من قائمه اساين فريم ريليز واعمل تحرير للمومنت في البدايه والنهايه. هنحفظ المساله بتاعتنا، هنحل، هنيجي على المودل ونقول له دونت ران، ونقول له ران ناو. ادي النورمال فورسز اللي عندنا، الراجل طلعها لي، وممكن يشوف الديفورمد شيب، وادي الواير شادو، وممكن نطلع الرياكشنز. واضح ان الرياكشن متماثل لان التراس بتاعنا متماثل، ويبقى انا كده قدرت ان انا طبعا زي ما قلنا هيكون في هنا مومنت، بس كم صغير بالمومنت. نتيجه ايه؟ نتيجه الاون ويت، نتيجه الاون ويت كنت قليله 0.8 كيلو نيوتن، يعني 8 من 100 طن متر طن متر، فيعني قيمه قليله جدا. ده كده البيندنج مومنت، وزي ما قلنا بيهمنا جدا هنا في الاكسيال فورس اللي هو النورمال فورس، ونقدر نطلعه برضه في تيبل ونصممه ان شاء الله تعالى. بكده نكون قدرنا نعمل العناصر او منشآت ذات اعداد كبيره من العناصر بأقل مجهود عن طريق أمر ريبليكيت، إيديت ريبليكيت، سواء لينير أو ميرور لو في عندنا تماثل في المنشأ بتاعنا. نكتفي بذلك إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.